متتبعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم. اليوم 5 أكتوبر 2023، احنا سنتواجدوا بمقر ولاية جهة الدار البيضاء. المناسبة هي انعقاد دورة مجلس مدينة الدار البيضاء لشهر أكتوبر 2023. خلال هذه الدورة مرة أخرى يتم عرض مجموعة من النقاط التي تتطرق إلى الاتفاقيات اللي غيوقع المجلس مع عدة جهات. هذه ماشي أول مرة، بل منذ سنوات طويلة وحتى قبل دخول نظام وحدة المدينة في أيام المجموعة الحضارية كانت تعرض العديد من الاتفاقيات. ولكن أشنو مصير هذه الاتفاقيات؟ أشنو يعني الجدوى من الاتفاقيات، خاصة أن الكثير من المتتبعين يؤكدون أن الأثر تاع الاتفاقيات ما تيبانش على أرض الواقع. أستاذ، يعني دي منذ يعني سنوات طويلة، يعني منذ بغيت تقول منذ المجموعة الحضارية، وكل دورة من دورات المجلس تاع الدار البيضاء إلا ويتم عرض الاتفاقيات الموقعة ما بين جهات مختلفة، الملاحظ أن الاتفاقيات العديد منها ما تيتمش التنزيل ديالها على الأرض الواقع، علاش في رأيك؟ لا، هي 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 أول حاجة بعدا ما مخدوماش بواحد الطريقة اللي هي تخلينا نطمئنوا على الصلاحية ديال هذيك الاتفاقية. يعني كيجيو المهم نقدروا نراجعوا اتفاقيات الا كان طرات شي حاجه في هذه، ولكن مجموعه ديال الاتفاقيات كيعاودوا يرجعوا لنا، مجموعه ديال الحوايج كنعاودوا كندوزوهم وكيعاودوا يرجعوا. على سبيل المثال كاين واحد اتفاقيه بالنسبه لواحد المشروع في البرنوسي اللي كان داز التمويل من عماله الدار البيضاء. عماله الدار البيضاء خدات القرار لا قال لك لا ما ياخذوا حتى شي قرار بالنسبه لهاد الاتفاقيات كامله، جمدوهم حتى يشوفوا شنو هو هذاك البلان ديفلوبمون ريجيونال كيفاش غيخرج. هذا القرار منهم رجعات عندنا اتفاقيه كانت غتخرج واحد اتفاقيه على مشروع في البرنوسي اللي مدينه الدار البيضاء ما كانت غتخلص حتى حاجه، حتى رجعوا لنا ب 3 مليون ديال الدرهم ديال العماله اللي خصنا دابا حنا نخلصوا. يعني هذه المساله هذه كتعاود تكرر، يعني كاين واحد عدم نجاعه في بلوره اتفاقيات ما بين عده اطراف. هذا هو المشكل. هذاك الشيء كيبان لنا باللي كاين مجموعه ديال الاتفاقيات وديما كاين اتفاقيات خصنا نعاودوا نناقشوهم، ولكن الحقيقه هي كاينه بحال واحد لانافيت كتمشي وكتعاود ترجع وكتهدي وما كنشوفوهاش مطبقه على ارض الواقع. اتفاقيه ملي كتجتمع فيها جميع مكونات سواء ديال الوزاره او ديال الجماعه او ديال مجلس المدينه او مجلس العماله او الجهه، كدوز الاتفاقيه وين امتى غتكون ساريه المفعول؟ بعد التاشير عليها. اذا الاتفاقيه بعدا غير ملي كدوز خاصها تسلك واحد المساطير اللي كتاخذ واحد 6 شهور او سنه فما بعد. ملي كتجي غتشوفها الا تاشرات راه كتاخذ الطريق ديالها، الا ما تاشراتش ما يمكنش تاخذ. اليوم كاين الاتفاقيات راه واحد 60% خرجوا للوجود، ماشي كنقولوا لا، حيت خاصنا نقولوا ما هو اللي ايجابي وما هو اللي غير ايجابي. بما فيه ذلك الاشارات اليوم اللي كاينه الاشارات، وهو الاتفاقيه ملي ناخذوا بعين الاعتبار ديالها او باش نحطوا لها الميزانيه ديالها خاصها تكون مؤشره عليها من الوزاره الوصيه. وهذا واحد العمل ايجابي اللي غادي يربحنا الزمان ويربحنا حتى على ارض الواقع باش نحطوا هذاك الاتفاقيات اللي ما تتنزلش الارض الواقع. اشنو علاش ما تتنزلش الارض الواقع؟ شنو السبب؟ لا ماشي ما كتنزلش الارض الواقع، حيت واش غنقولوا ما كتنزلش الارض الواقع اذا الاتفاقيه دارت غير هكذاك؟ لا، حيت ما يمكنش ملي كنكونوا اتفاقيه غدير مع 3 الاطراف الا وذوك 3 الاطراف راه هما كاينين وراه في الديباجه ديالهم كتكون. اليوم الا ما كيقولوا لي غايه ما علاش، حيت علاش كانت السلطات الوصايه كتاشر؟ الا كان شي خلل او الا كان تناسينا شي حاجه ولا راه الكمال لله، وين هذا مهم باش كيرجعوك عاود للصواب باش دور. وين الاتفاقيات كنقول لك انا معك في الطرح ماشي 100% كلهم اللي دازوا، وين راه كاين نسبه كبيره فايت 50%، اذا دازوا غير 40% راه حنا ربح. الاتفاقيات هي واحد الاليه من الاليات ديال التدبير ديال الجماعي. الاشكال ماشي في الاتفاقيه، في مضمون الاتفاقيه وفي تنزيل الاتفاقيه.
لانه ما يمكنش اننا نديروا برامج ونديروا انجازات بدون انفتاح على مؤسسات وهيئات وجهات اخرى. الاول باش انه مجلس المدينه بعد مرور سنتين انه يجلس ويشوف شحال ديال الاتفاقيات اللي صادقنا عليهم في المجلس وشحال ديال الاتفاقيات اللي دخلت حيز التنفيذ واللي باقي ما خرجش الحيز التنفيذ. إذن الكرة في ملعب المدبر الحضاري اللي هو واش كثرت عليه الانشغالات واش كثرت عليه المشاكل ديال الدار البيضاء وبالتالي ما قدرش انه يواكب، او ان المدبر الحضاري هو فقط اشخاص دون ان نتحدث عن المؤسسة، لان المؤسسة هي اللي تطلع بالدور ديالها والمسؤولية ديالها، لانه لابد ان ننتبه ان كاين إشكالية شخصية في تدبير مدينة الدار البيضاء. المؤسسة كمكتب كلجان كهيئة لجان تتبع كهيئة أخرى خاصها تطلع بالدور ديالها وخاصها واحد التقويم واحد التتبع اللي هو مستمر ودائم. خلال كل دورة مجلس مدينة الدار البيضاء يطرح مشكل تاع شركات التنمية المحلية أو قضايا التي تتعلق بشركة التنمية المحلية، في كل دورة يؤكدوا المنتخبين على ضرورة تقييم التجربة، على ضرورة نديروا واحد اليوم دراسي من أجل يعني تقييم تجربة شركة التنمية المحلية، ولكن دابا ما دازت حوالي سنتين على انتخابات مجلس الإدارة ولا يوم دراسي تنظم ولا يعني تم تقييم العمل تاع شركات التنمية المحلية على مستوى مدينة الدار البيضاء. أجي نشوفوا واش قالوا المنتخبين حول هذه النقطة لتتعلق بشركات التنمية المحلية والاستمرار في انتداب شركات التنمية المحلية من أجل تدبير بعض المرافق لتتعلق بمدينة الدار البيضاء. موضوع آخر هو تاع شركات التنمية المحلية، دابا الأغمر النقاش على شركات التنمية المحلية، ولكن تنشوفوا المجلس باقي مستمر في عملية انتداب تاع شركات التنمية المحلية من أجل تدبير المرافق ديال. لا وشوف شركات التنمية المحلية هاد المنظومة الجديدة وهاد الآلة من الآليات اللي كان احنا كنا معاها، لأن راه ما باش غادي يشتغلوا، غير حنا خصنا نديروا المواكبه ونواكبوهم وتكون واحد الاليه ديال الربط اللي بيننا وبينه اللي كاينه دابا، غير هي غادا وكتحسن سنه بعد سنه. شركه التنميه المحليه واحد الاليه ديال التدبير اللي هي جديده في مدينه الدار البيضاء بطبيعه الحال، اخذا بنسخ دوليه في التدبير الجماعي. دابا واحد 10 سنين باش انطلقت العمليه خصنا نديروا تقييم هذه العمليه، ولا كانت عندها ليفيكاسيتي ديالها النجاعه والفعاليه، علاش لا نستمروا فيها ونقوموها وندعموا نقاط القوه فيها ونتغلبوا على النواقص. كانت ما صالحش نشوف انواع اخرى من التدبير، لان الابداع والاجتهاد المغربي في التدبير الجماعي ماشي غير متوقف على شركه التنميه المحليه. دائما تطالبون بالتقييم ويوم دراسي حول شركه التنميه المحليه، ولكن دابا مرور عامين على الوجود ديال المجلس، ولكن حتى باقي ما درتوش يوم دراسي او تقييم لهذه العمليه. هذا سؤال يوجه الى السيده العمده والمكتب المسير. صحيح نحن كفريق استقلالي ضمن التحالف ما فاتئنا نطالب بذلك، ويمكن تكون عندي كلمه وغادي نعاود ثاني نكرر هذا المطلب. هذا اليوم الدراسي والتقويم خصو ما يكونش في شركه التنميه المحليه، خصو يكون في كل مناحي وجوانب التدبير الجماعي مدينه الدار البيضاء. هذا راه مشكل في الذات، راه هذه راه كنت دويت عليه في الدوره السابقه. مثلا بالنسبه لكازا ايفنت، بالنسبه لي راه كاين واحد الفشل ماشي ديال كازا ايفنت كمؤسسه، ولكن كاين فشل ديال مديرها العام. وفي نفس الوقت حنا كمدينه الدار البيضاء عندنا صوت في المجلس الاداري ديال كازا ايفنت وما تخذ حتى شي قرار، حتى وصلنا جيتو لا قلتو لا حقا العام محمد الخامس صافي غنحيدوه لكازا ايفنت غنعطيوه هذه اللي هي ماشي حل. يعني بالنسبه للبيضاوه كيشوفوا داك الشيء بحال لا عاقبنا كازا ايفنت، ما عاقبناش كازا ايفنت، عاقبنا نفوسنا، حيت راه حنا ما عندناش مقعد مثلا في المجلس الاداري ديال سونارجيس، ولكن عندنا مقعد اللي ما مستعملينوش بالطريقه اللي خصنا نستعملوها في مجلس اداري ديال كازا ايفنت. هذا هو المشكل في حد ذاته. يعني كنعتبروا باللي ما كاينش محاسبه ديال الشركه التنميه المحليه اللي جزء منهم كبير راه تابع لينا وما كنحاسبوهمش في العمل اللي كيديروا.